تصفيقاتكم نرحب سوية بسيدة ليلى برسالي ضيفتنا، باحثة عن بصمتها في فن أصيل تدافع عن قدسية تراثه، ولكنها في الوقت ذاته تناضل من أجل إثرائه بقصائد تحكي عصرها، توثق مرور جيلها بالكويطرة من تلمسان إلى باريس إلى قسنطينة وإلى بلاطو سهرات المدينة. مرحبا بك. مرحبا بك السيدة ليلى برسالي، ضيفة على قسنطينة وأيضا على برنامج سهرات المدينة. الله يسلمك، يعطيكم الصحة على هذا الاستضافة، ونشكركم اللي جبتوني حتى لهنا لقسنطينة، ونشكر الأخ عباس ريغي اللي راه يرافقني في هذه الحصة. وأنا عندي شرف كبير باش جيت لهذه البلاد اللي تفكرني تاني تلمسان. كي نشوف قسنطينة تلمسان كيشغل خوتها، ودونك سي تا بليزير ليا اللي باش جيت حتى لهنا. فوالا ليلى برسالي، ربما عدت اكتشاف صبيحة اليوم قسنطينة، وسنعيد اكتشافك في هذا التقرير لزميل مراد بوكرزازة مرة أخرى. ليلى برسالي فنانة جزائرية خالصة، تبنت الراقي والصعب نهجا لها، وتوغلت للغرناطي لتبدع فيه أيام إبداع. في ذهابها لكل أغنية تتبنى دائما جوهر الأشياء وعمقها، لكنها بالمقابل تنفتح على روح العصر كأنما لتظل جديدة وبهية. غادرت يوما الجزائر لتستقر بباريس، وظلت هناك لمدة تزيد عن 10 سنوات، ثم عادت لاحقا لتستقر بالوطن الأم الجزائر. في ألبوماتها غناء للحب للحياة وللوفاء، وفي دربها خطوات محسوبة بدقة عالية. ليلى برسالي هامة غنائية جزائرية تعرف كيف تعبر دربها، ومنذ البدء رسمت لنفسها مسارا يليق بمكانتها. هذه أيضا الفنانة ليلى برسالي. بداية ليلى، كيف حال الغرناطية اليوم في ظل هذه المنافسة التي يشهدها اليوم المشهد الغنائي في ظل تعدد الأشكال والألوان؟ يعني الغرناطي هو كل يوم راهو يزيد في الشهرة ديالو. نشوفوا بلي اولا بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، كل المدارس كانت عندهم نظرة على الغرناطي، والغرناطي نعرف في مناطق الجزائر. ونزيدوا نشوفوا ثاني الجمعيات، كل الجمعيات اللي كاينين في تلمسان هما اللي زادوا في شهرة هذا النوع من الموسيقى الأندلسية الجزائرية. وثاني كاين فنانين اللي زعما زادوا من شهرة هذا النوع الموسيقي، وما نكون غير فرحانة أنا بالغرناطي اللي أنا ننضم ليه. وليلى، عرفت ليلى ربما عرفت بالنوبة، هل هذا الخيار هو من منطلق الدفاع عن الهوية والتراث، أم أنه لأسباب أخرى اختارت ليلى خوض هذه التجربة؟ يعني دافعت على الغرناطي والموسيقى الأندلسية التلمسانية من نحو النوبة، لأن النوبة تبان لي هي اللي تميز مدرسة على أخرى. نشوفوا باللي في الحوزي نصيبوه في الجزائر العاصمة، ونصيبوه أيضا في قسنطينة، مي النوبة التلمسانية تبقى هي مختلفة من نوبة الجزائر العاصمة ومن نوبة المالوف. وأنا حبيت نتخصص في النوبة لأني شفت فيها منش عارف، حسيت روحي مليحة فيها، ونحب كل الأشعار والموشحات، نحس روحي مليحة في هذه الأشعار. يعني الأشعار هما شابين بزاف، وما نقدروش ما نحبوهمش. والنوبة منش عارف، بالك صبت فيها تاني مجال دراسة الموسيقى أكثر ما في الحوزي ولا في العروبي ولا في المديح. لهذا لو سيتادير حسيت بها أكثر ما الحوزي والعروبي. السيدة ليلى برسالي، جئتنا اليوم من تلمسان القسنطينة بنوبة خاصة. اليوم راني جيت بجزء مقطع من نوبة السيكا، ونعرفوا باللي كما قال الفقيه الحايك رحمه الله أن سيكا بن تميم العراقي هو مستخرج نغمة السيكا. ونقولوا باللي هذا الطابع
رقيق النغمات والألحان وله تأثير في نفوس السامعين، وهو يدخل على قلب الإنسان الفرح والسرور. الله، يعني اليوم أكيد أن أدائك حيكون مليء بالفرح والسرور. وكلمات القصيدة وش تقول؟ هي نشوفوا باللي هذه القصيدة هي شوية حزينة شوية، ما فيها أمل، أمل في آخر الشعر، وشاعر يقول: علاش قليبك علي قاسي، يا مولة العيون الوقاح، يا لو علمت ماذا نقاسي، أيا غزالة مع الملاح. سمعت بكايا رقت لحالي وقالت: يا عاشق الصبر أمهل علي، تغنم وصالي وتنال مني حتى الأجر. الله الله، إذن هات يا كلمات القصيدة، نسعد بسماحها بأدائك رفقة الجوق المرافق لك تحت تصفيقاتكم أكيد.
بعد شمس الأوسطى المدين المنازل يا حكي تبروس الوهمة الجدوي الضبي المواصل يمزج الروح صارت Oh.
شكرا جزيلا سيدة ليلى بورسلي على هذه الوصلة وعلى هذه النوبة. ظاهر أنه تراثنا بحاجة إلى المحافظة عليه، ولكن ببعث جديد في الوقت ذاته. ماذا تحقق من المحافظة والبحث؟ أنا أولاً المحافظة هي حاجة مهمة جداً، يكون الفنان ليكون يعني يمارس هذا النوع الموسيقي. ما نقدروش نقولوا باللي المحافظة تكفي، يخصنا تكون عندنا حتى احنا بصمة ولا لمسة نزيدوها. نشوفوا باللي الموسيقى الأندلسية ملي خلقت في الأندلس وهي تتطور، وحنا ندعموا فيها بأشعار وألحان، والدليل على ذلك أن نصيبوا أشعار في النوبة اللي هي ما جتناش من الأندلس، هي أشعار جزائرية كتبوها شعراء للحوزي معروفين في الحوزي كبن تريكي وبن سهلة وبن مسايب، ونصيبوا كمان موشحات ديالهم في النوبة. نعرفوا شحال تاع الموشحات اللي الناس كامل يعرفوهم كيا قلبي خلي الحال، ولا ك يا شبيه ضي الهلال. كامل هاد الأشعار معروفة، وما على بالناش باللي ما جاتناش من الأندلس، ولكنها نتيجة تاع الجزائرية، فريمون جزائرية محضة. على ذكر يا قلبي خلي الحال، ذكرتونا ربما بهذا الرائعة، ممكن تسمعونا هكا في ثنائي هكا أكابيلا على الطبيعة؟ يا قلبي خلي الحال يمشي على حاله، وترك جميع الأقوال وصغالي ما قالوا. امهل ولا تعجل، واللي صبروا نالوا. ياتي الفرج في الآن، والعابد من ما ولاه، الحزن والسلوان كلهم بيد الله. نصبر على المحال حتى يفرج الله. ان شاء الله ربي يفرج علينا ان شاء الله. اللهم امين ان شاء الله، وربي يفرج على كل المعسرين وعلى كل مشاهدينا. وانت ليلى بورسلي فقدتي ربما اغلى ما واحب ما تملكين ربما في الوجود، زوجك رحمه الله. كيف فاضت الالحان بحزنه وحداده؟ يعني انا لو كان ما صبتش الموسيقى الاندلسيه بالك لما كنتش نعاود نرفض روحي، وبالك ما كنتش نواصل حياتي كما اللي كانت عندي. يعني الزوج ديالي مات وهي حاجه تاع ربي، ماشي انا اللي نقدر نبدلها. واش نقدر ندير؟ هي نتقبلها كما اللي مدها لي ربي، ونسي نعيش بهذوك لي سوفينير اللي خلاهم لي، وبلي زانكوراجمون اللي خلاهم لي، خاطر كان يشجعني بزاف في هذا الميدان. ونعاود نقولها باللي لو كان كاين بزاف تاع النساء اللي زعما تزوجوا واللي تركوا هذا الفن، نقولها ونعاود باللي انا لقيت اون فامي، لقيت العائله تاع الزوج ديالي اللي خلاوني نمارس هذا الفن بكل حريه، وبالعكس شجعوني. وبعد رحيل المرحوم اهديتيه ربما ما يخلي ذكراه، او ربما ما يعبر عن حزنك؟ ديجا الالبوم الثالث اللي صدر خرجته ان سوفينير للزوج ديالي، ودرت ان اوماج في قاعه ابن زيدون بالجزائر،
بديت كيعاود جي ريبريز زعما لا كارير ديالي، حبيت دابور نعمل له اوماج ليه وندي النوبه اللي شافني درتها في ستوديو واللي ما شافهاش ما كتبش ربي باش شافها في القرص. دونك ديجا بديت عاودتي ريبري زعما لا كارير ديالي حتى اللي جو لوي روندي اوماج. مي ما حبيتش نحبس هنا. انا كما كنت نهضر في لي بلاطو تاع لي تيليفزيون ولا كنت نهضر في الحصص في الاذاعه ولا نقول باللي النوبه يخصها سي فري. الاشعار كانت تحكي على واش صرا من قبل، مي حبسنا ما نكتبوا الكلمات اللي تخصنا اليوم اللي نحسوا بها اليوم. فنان يعني هو لسان عصره، هو لسان حال عصره. واسمع لي استاذ توفيق بالغبريط وكتب لي كلمات ونوبه من مصدر للبطايحي للدرج والانصرافات والمخلص، واللي هي تعبر على واش عشت من نهار اللي فقدت الزوج ديالي حتى لليوم، وكيفاش اللي زعما رفدت روحي وكيفاش صبت العائله ديالي وكل لي زامي ديالي والمجال الفني اللي قصه حزنك وحدادك على زوجك ترجمتيها الى قصيده، ترجمتها الى نوبه. نسمعوا شويه فقط. ما نقدرش نغنيها على خاطر مازال ما سجلتهاش، على الاقل مقاطع من القصيده. مين نقدر نقول جزء من من روح من المرحوم من المصدر، وهو يقول: سحاب غزا وسقاني وابلا. وما نسيش نقول اكثر من هذا الشيء. سحاب غزا وقساني وابلا وسقاني وابلا. كما الحزن يلهم ايضا الفرح يلهم. كانت حاضره معنا في بدايه البرنامج فرقه فلكلوريه من سطيف، اعطتنا ربما جرعه كبيره من الفرح. نعود لهذا الفرقه في لوحة استعراضية أخرى تتغنى بتاريخ الجزائريين وثورتهم المجيدة، فلتفضلوا مشكورين. سيبوت فراوي روح لامواليه، الله الله ربي رحيم الشهداء. اي ويلا طالت بيه يرحم الشهداء. اي والسي سي يما سي ما تبكيش، سي سي يما سي ما تبكيش. طالع الجبل نموت وما رنديش، الله الله ربي رحيم الشهداء. اي ويلا طالت بيه يرحم الشهداء. يا طيارة الصفرة حبسي ما تضر بيش، طيارة الصفرة حبسي ما تضر بيش.
عندي راس اخوي لامي ما ماتظنيش الله الله ربي رحيم الشهداء يرحم الشهداء شكرا جزيلا لفرقة سطيف على هذا الأداء، وأيضا شكرا للمطرب المبدع الذي له اسمه له تاريخه في سطيف الفنان عبد الغني تشير على هذا الأداء وعلى هذا الإبداع. كلمة ختامية سي عباس. شرف كبير اللي لي اني كنت معك اليوم، اشكرك على هذه الاستضافة، اشكر كل الطاقم اللي كان معنا اليوم وعلى رأسهم السي سمير قنز اللي على هذه الدعوة، هذه اللي نعتبرها شرف، شرف كبير كبير، وهذه هي أول إطلالة بهذا الزخم بهذا الحجم أمام المتفرجين. راهو كشرف ليا ولكل أعضاء الفرقة، وإن شاء الله تكون ليا فرصة أن يكون مع ليلى بورسالي، وكنا من قبل وعملنا عدة مشاريع كانت أولها استدير أول من نوعها اللي في الميدان الأندلسي أنه يتجمع ما بين صوتين نسوي ورجالي. إن شاء الله إن شاء الله تكون عندنا نشاطات أخرى وتكون في مدينة قسنطينة، نرحب بك. ومع سريع نقول لكم شكرا، شكرا جزيلا. تفضلي ليلى حتى نختم معك أيضا. أنا تاني نشكركم، نشكركم على اللي عرضتوني واللي رحبتوا بيا، وإن شاء الله نعود نولي ونشوفكم. وحبيت نشكر تاني التلفازة الجزائرية، ونشكر المخرج لهذا الحصة اللي أعطانا الفرصة باش قدمنا مقطوعة من النوع الموسيقي الأندلسي. يعني ما عندناش فرص كبيرة باش نقدموا هذا النوع، وحبيت نقول له نشكره بزاف، ونقول له باللي في الجزائر عندنا اون ريشيس، عندنا ثروة فوالا في كل الجزائر، وهو يوريك كامل هذا، يعني سطيف الجزائر قسنطينة تلمسان، هذه هي لا ريشيس تاع بلادنا. هذا هو برنامج سهرات المدينة بثراء الجزائر، وأيضا بإبداعات ضيوفنا اليوم، أيضا ثنائي استثنائي مع عباس ريغي وليلى بورسالي. حرمت بك نعاسي، هذا ما سنختم به برنامجنا، ولكن قبل ذلك أدعو المضيفة حتى تقدم لضيوف البرنامج درع البرنامج، وأيضا تتفضل حتى تخط على سجل، تخطى على سجل سجل البرنامج السجل الذهبي. أدعو المضيفة حتى تقدم الذراع أو ذرع البرنامج للسيد عباس ريغي، أو نبدأ بالسيدات يعني في البداية. السيدة ليلى بورسالي، شكرا جزيلا على حضورك معنا وتشريفك لنا. تفضلي إلى كتابة كلمات في السجل الذهبي لبرنامج سهرات المدينة. إذن هذا درع البرنامج للسيد عباس ريغي، أدعوك أيضا لتخط كلمات بالمناسبة في سجل برنامج سهرات المدينة. بهذا مشاهدينا أصل بكم إلى ختام هذا العدد من برنامج سهرات المدينة، على أمل أن يتجدد بكم اللقاء في ليلة أخرى من ليالي الأنسية القسنطيني. تقبلوا تحياتي أنا زين العابدين جبارة، وتحيات الفريق التقني العامل معي من محطة قسنطينة، وعلى رأسهم المخرج المبدع سمير قنز، وعلى أنغام حرمت بك نعاسي في هذا الثنائي الاستثنائي لليلى بورسالي وعباس ريغي. أودعكم مشاهدينا، تقبلوا التحية وإلى الملتقى. We'll be right back.
I'm not afraid to die.
حضيرة من السهيرة الشمس ومالت